فاكر اللي حصل لريان الطفل المغربي اللي وقع في البير؟ اتكرر التاني في دمياط. تعالى عماد طفل عنده 7 سنين من قرية كده اسمها كفر غالب محافظة دمياط. عماد زي اي طفل في الدنيا بينزل يلعب في الشارع. هناك في موقف اسمه موقف كفر غالب. الموقف ده بيعملوا له اعمال تطوير وانشاء وتحديث وتظبيط. خلصوا كل حاجة في الموقف لكن سايبين بير 2 متر في 2 متر وعمقه 150 وما تقفلش ولا تردم. الطبيعي اللي بيحصل ايه؟ ان طفل يا عيني بيلعب، الطفل ده وقع في البير. وقع من الساعة 7 المغرب، طلعوه يا عيني الساعة 3 الفجر. تخيل معايا طفل يا عيني عنده 7 سنين، الرعب والخوف، مفيش اكل، مفيش مية، البرد، وقاعد يا عيني في 2 متر في 2 متر عمق 150، وكل ده هيموت من الرعب ومفيش حد اتدخل. لا محافظة اتدخلت، ولا المطافي اتدخلت، ولا جهاز الدفاع المدني اتدخل. واللي انقذه او اللي جاب الولد يا عيني هم الصيادين والاهالي، جايبين له درات وجايبين حبال، والصيادين هي اللي طلعته في الاخر. بس في الاخر طلعته ايه يا عيني؟ طلعته جثه. السؤال هنا بقى، الاب والام يا عيني اللي عندهم ابن ده وفرحانين بيه وطفل زي القمر لو شفوه، اما يقولوا له خلي بالك الخبر ابنك نزل يلعب رجع جثه، رجع ميت. ليه؟ عشان في حد ما رضاش يعمل شغله، في حد سايب حفرة كده موجودة عادي كده من غير ما يردمها، مش هتكلفه باتنين جنيه بس ينقذ روح. في ايه؟ هو احنا لازم المشاكل دي تتكرر تاني واروح الناس عادي كده تموت عشان حد مهمل؟ يا جماعة لازم الناس دي تتحاسب، اقسم بالله حرام. ما انا عارف ان هو حتى لو اتحاسب عمر ما هيرجع حق الواد ده لابوه وامه، بس على الاقل ما يتكررش تاني. حرام الطفل اللي زي القمر ده اللي ابوه وامه شايفين ان هو هيكبر ويبقى حاجه كبيره، في الاخر نقول لهم معلش ابنكم مات. ليه؟ عشان حد اهمل انه يقفل بلاعه. اقسم بالله حرام. ربنا يرحمك يا ابني يا رب، ويصبر اهلك على اللي حصل.